مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية، غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. أنا زي أي واحدة كان حلمي بسيط، أولاد وبيت، وألاقي حد تكون مشاعر حنينة، كان نفسي في ولد وبنت ننام وهم في حضننا. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. من داخل مركز الندى للخصوبة تحت اشراف الاستاذ الدكتور طارق الجندي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، ومن داخل غرفة العمليات معنا عملية كبيرة جدا وذات أهمية للمشاهد. الدكتور طارق، كلمنا باستفاضة عن اللي حضرتك دخلت فيه تاني دوت في الصدر الرحم ده كده. الحمد لله، اعتقد ان هو مش ماشي كويس في المحسن. لكن الورم اللي احنا شلناه دوت يا دكتور هو السبب في استئصال الرحم حالك في الوقت ده؟ بالظبط بالظبط. يعني لكن لو المريضه دي اتعالجت من زمان وراحت لحد ماهر زي حضرتك ما كانش وصلنا للمرحله دي. ممكن بس دي الورم اللي اتشال. انا كده الحمد لله شلنا الرحم كمان. احنا لازم كده عشان حضرتك. ايوه صبري. ايوه كده كويس قوي. على ابره. هل وصلنا للعلم في مصر يا دكتور لزراعه رحم بعد استئصال الرحم؟ دلوقتي حاليا موضوع زراعه الرحم كان بقاله فتره طويله قوي. نعم. الناس بتتكلم عليه، وفي انجلترا في ناس كانت بدات تعمل دراسات وحاس عليه، لكن اخر دراسات اثبتت ان هو في رحم زراعه وصلنا دلوقتي ممكن يبقى في زراعه رحم. نعم. معايا حضرتك ازاي؟ وده اصبح النتيجه دلوقتي موجوده واعلنوا عنها مع ولاده اول مولود نتيجه ده. نتيجه ايه؟ الرحم المزروع. دكتور طارق بيقرا عن الابحاث والكلام ده كله، لكن هل حضرتك وصلت كدكتور طارق الجندي هنا؟ بص يا فندم. نعم. زراعه الارحام لها يعني، بس خلينا احنا في دوله مسلمه. نعم. ده حاجه من الحاجات اللي بيبقى عليها كلام كتير قوي دلوقتي. احنا طبعا عشان نلجا لزراعه الارحام دي بنلجا لها كعمليه اضطراريه. لو واحد شال الرحم بتاعها لاي سبب، اصل الله مثلا نزيف حد بعد الولاده اول مره مثلا او حاجه زي كده. امسك كده امسك كده اهو ده عشان بص. حضرتك بتتكلم على العامل الديني الاول. يعني اهم شيء انك انت بتبص طبقا للشريعه. يعني احنا لازم الاول لازم عندنا الشرع يسمح بايه؟ باي حاجه قبل ما نفكر اصيله. طلع افتى في الموضوع دوت ولا لسه؟ لكن هو جري بحث فيه كعلم. كعلم وبعدين خلي بالك. طيب بعد استئصال رحم وزراعه رحم دلوقتي اعتقد في حاله في الفتره الاخيره جدا زي ما ذكرها في الميديا ان هي فعلا هذه السيده انجبت. يعني بعد استئصال رحم وزراعه رحم ربنا يعني انعم بنعمه الانجاب على الست اللي زرعت الرحم. ايوه بالظبط كده يا فندم. في حالات منها كتير في مصر يا فندم زي كده يا دكتور؟ بالتاكيد في بالتاكيد. احنا بلد زي اي بلد في العالم فيها كل الحاجات دي. ومازلنا من داخل مركز الندى للخصوبة تحت اشراف الاستاذ الدكتور طارق الجندي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري واطفال الانابيب، ومن داخل غرفة العمليات في حالة استئصال رحم. ده اللي من حضرتك بتشيله؟ ده بناخد جزء من منديل البطن كمان عشان نحلله عشان نبقى مطمنين ان مفيش حاجة اي حاجة وحشة.
خلاص عمليه خالص اهي الحمد لله. حتى بندور نشوف اذا كان الابندكس كمان موجود, هنشيلها ازاي ده كمان معاها مره عشان نضفنا كل حاجه. ازاي ده كمان؟ اه طبعا بسم الله ما شاء الله ربنا يوسع عليك. انت كده يا دكتور هتخلينا لا عشان نشيل كل حاجه ده المفروض. هي نبقى هنعملها مجموعه سلسله حلقات عشان الناس تستفيد والدكاتره تستفيد منك يا دكتور. يعني استئصال قصدي انت ما شايف في ورم في المبيض ده حضرتك تشيل كل حاجه. اه تشيل اي حاجه ممكن يكون راح لها. تمام يعني نقول ايه؟ نقول ثلاث اربع عمليات في عمليه واحده في وقت واحد. بسم الله ما شاء الله يعني مش بحسب والله. انا همسك الخشب يا دكتور طارق. المفروض ان احنا دايما بنعمل الموضوع بهذا الشكل عشان تعمل حاجه اسمها كليرنس. كليرنس يعني ايه؟ يعني حمايه هذه السيده ان يجي لها لا قدر الله اي حاجه تاني. يبقى انا نضفت كل حاجه, نضفت لها الحوض كله, نضفت كل حاجه عشان تعيش تاني بعد كده بقى خلاص. كل ممكن نحتاجه بعد كده مش شويه هرمونات تعويضيه مش اكتر من كده. وما زلنا من مركز الندى للخصوبه تحت اشراف الاستاذ الدكتور طارق الجندي استشاري النساء والتوليد والحمل المجهري واطفال الانابيب ومن داخل غرفه العمليات. ايوه ثلاث عمليات في عمليه. يعني انا كده بشيل ازاي بقى؟ ازاي بقى في وشك بقى في ايدك ايه؟ ده ازاي في ايديا اهي؟ خلاص خلاص معرفش اي حاجه خالص. شو يعني بس؟ لا اله الا الله. شو يعني كمان؟ ده كده مديونه لله ثم لحضرتك في الحاجات اللي انت شلتها. الحمد لله الحمد لله فضل عند ربنا. احنا دلوقتي بنتكلم عليه ان احنا دايما بنقول انك انت بتعمل اللي عليك والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. حاول تعمل اللي لك صح. ازاي ده كمان ازاي ده؟ مسكها بالضبط. تمام كده ضبط نزل. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري واطفال الانابيب. واحد طبعا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية. غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية, كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة. جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري. أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. أنا زي أي واحدة كان حلمي بسيط أولاد وبيت وألاقي حد تكون مشاعره حنينة كان نفسنا في ولد وبنت سنة وهم بحضننا. مع مركز الندى حلمك مش مستحيل. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك. أرهقت حضرتك العملية دي. طبعا العملية كانت صعبة جدا. فعلا جامدة يعني. اللي أنا عن نفسي كمشاهد لو شفت الحاجة دي هرجع. ده شغلنا شغل زي ما حضرتك شايف. احنا شلنا الرحم كله, شلنا المبيضين, شايف الفرق بين ده. بس انا شفت حضرتك شفت الورم ده اول. ما هو ده عشان ده المبيض السليم ما فيهوش ورم. شوف ده عند قد ايه وده قد ايه. فشلنا المبيضين, شلنا الورم, وده عشان نشيل الورم ونحافظ على كل حاجه بنشيل مع جزء من منديل البق. بس ما شفتش بسم الله ما شاء الله ما شفتش نقطه دم, حاجه بسيطه كده بس. خلي بالك حضرتك كمان المريضه دي مريض كبد, فهي اصلا عندها سيوله. يا كمان يعني اه المفروض انها مريض كبد فعندها سيوله, عشان كده ممكن تلاقي انها بتنشع شويه فعلا. لكن لو مريضه عاديه مش المفروض بقاش الدم يبقى مساله كلين يعني. حتى حبه الدم اللي طلعت دول برضه عشان عندها سيوله, عشان عندها كبد. اه معايا حضرتك ازاي؟ فعشان كده تاخد بلازما وتاخد حاجات قبل العمليه عشان نحضرها. لو ما كانش كده كان زمان خرب بغزاره. يعني نقدر نقول لو حد غير الدكتور طارق مش هيقدر يخش على عمليه زي ديت بالنسبه للسيوله والكبد والكلام ده. المريضه جايه من بره تعمل عمليه عندنا. اه يعني احنا مش مركز زي ده. الفكره ان احنا هي جات لنا هنا الغرض ان هي
جايه تعمل مطمنه على نفسها معانا، فجت عشان تعمل وقت لان انتوا عايزين تعملوا بس. لكن هي اصلا هي اصلا ست منوفيه وجايه اول زياره ليها من اسبوعين، قلت لها انا عندي ورم في البطن والناس قالوا لي كده، وكنت هشوف حتى بس انا جاي لك انت تشيف فعشان كده عملنا العمليه. فده الورم زي ما حضرتك شايف ده شيلناه، احنا بعته يتحلل وانا بعت الحاجات دي كلها تتحلل عشان اطمن عليها ان شاء الله ربنا يكرمها ما تطلعش حاجه وحشه باذن الله. حتى لو لا قدر الله في حاجه احنا شلنا الورم وشلنا ده وشلنا ده، حسب ما يبقاش عندها اي بقايا خلايا او اي حاجه وحشه ان شاء الله. لا احنا حته حته احنا شلنا ورم ودخلنا على الرحم وبعد الرحم واشتغل لك كله رجعت للزايده. طب ليه بقى ليه رجعت حضرتك للزايده؟ الاورام اللي زي دي ممكن لما بيطلع منها بينتشر منها حاجات في اماكن اخرى، من ضمن الاماكن الاخرى ممكن تروح لها، ممكن تروح على الميديا الثاني، ممكن تروح على الرحم، ممكن تروح على منديل البطن، ممكن تروح على الزايده، فانت بتشيل كل حاجه ممكن تكون راحت لها. يعني ده اسمه منديل البطن؟ اه ده منديل البطن. واخد منه حته ليه ده يا دكتور؟ عشان يبقى بعد هنعمله تحليل عشان نشوف هل العيانه دي الحمد لله شلنا كل حاجه قلنا الاسئله فري بتاخدش علاج كيماوي بعد كده، ولا لا قدر الله ممكن تحتاج علاج كيماوي فانت لازم تعرف. يعني ما تشيل عمليه وتروح ولا العيانه جايه بعد كده لا قدر الله مشكله بعد سنه او سنتين، لا لازم تعمل تحليل الكلام ده كله تطمن عليه. طب انا شفت حضرتك المساعده بتاع حضرتك عماله تعد الفوط، عماله تعد. ما دي عمليه كبيره احنا سميناها في حوالي 10 فوط مش من الطبيعي، عشان كده ممكن تنسى لا قدر الله. لو حضرتك شايف الدنيا واسعه ازاي ممكن تنسى لا قدر الله قوه جوه. هي مش اهمال، هي سهل. عشان كده لازم تبقى حضرتك شغال على الصبوره بره لان هي كبيره العدد كذا مره، ولازم نعيد ونعد والمشاهد يعد وهي تعد والدكتور تاخد وقت ونص علينا عشان كده. ورغم الكلام ده كله احيانا بيحصل سهل واحيانا بيحصل خطا وتلاقي صوت نفسك احيانا. اسمع على مسمى الدكتور طارق الجندي وربنا يوفقك يا رب. بس هل الاورام ديت ممكن لا قدر الله تيجي لبنت مثلا في سن ال 20؟ ساعات بشوف في سن ال 20، بس في الحاله دي العلاج بيختلف تماما. انا في الحاله دي انا بشيل الورم كله، باجي على الميديا الثاني باخد منه عينه احللها في ساعتها على طول، واضطر اشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو مش الدنيا ماشيه كويس بسيب لها الكلام ده كله، ادخلها بسرعه وتحبل وتبقى عيل او اثنين، وبعد كده انضف بعد كده اشيل كل حاجه. طب لا قدر الله بنت ولسه ما دخلتش على مرحله الزواج، لو بنت هنا بقى عندك الخيارات بقت صعبه جدا. زي ما بنعمل نفس اللي عملناه بتشيل الورم ده كله، بنعمل تحليل الموديل الثاني بنشوف اذا كان فيه ورم. لا لو ما عندهاش ورم يبقى الخيار بتاعنا هنا ضيق قوي، بنحاول لو هي قريب من سن الجواز خلاص تتجوز بسرعه عشان تكمل عيلتها وبعد كده نشيل. لو هي صغيره بقى 18 هنا الخيار بقى العلمي او التكنولوجي المتاح بقى انك انت ممكن تاخد المبادرات تجمدها. بس في الحاله دي هل ده وصل للرحم ولا لا؟ لو وصل للرحم يبقى انت خلاص انقاذ حياتك هو الاساس. يعني نقدر نقول الاورام ديت ممكن يكون سببها تكيس مبايض؟ لا لا، يعني ممكن لا يكون لا سببها بطانه مهاجره ولا دي حاجه ودي حاجه؟ يا فندم سرطان المريض او اورام المريض بنسبه 1 في 150,000، يعني كل 150,000 سيده واحده منهم تصاب بسرطان المريض. وهو مشكلته ان هو جوه البطن مستخبي ما يبانش. معظم اعراضه حبه الحاجه بتاعت حاجه زي الامساك او الاسهال او شويه انتفاخ في البطن بس هي ما تعرفش بالصدفه لما تروح تعمل اشعه تلاقي حاجه قدامها زي ما حصل مع السيده دي. فهمتني حضرتك ازاي؟ لكن ما يبانش، لان مش حاجه بره في الجلد بتبان او حاجه في العين بتبان، دي حاجه زي كده. وفي نهايه اللقاء نشكر باسمكم جميعا الاستاذ الدكتور طارق الجندي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري من داخل مركز الندى للخصوبه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية. غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري. أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. أنا زي أي واحدة كان حلمي بسيط، أولاد وبيت، وألاقي حد تكون مشاعر حنينة، كان نفسنا في ولد وبنت منامهم في حضننا.
مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل.